منظر خلاب. الشلالات الرائعة منحت لمنطقة إمليل قوة جذب سياحية. العديد من الأسر تفضل هذه الوجهة القريبة من عاصمة النخيل. جينا لهذا المكان لأنه جميل بزاف وما بعيدش على مراكش، وكنجيو فامي وشاكيتي الحمد لله كنجيو لأنه كنتمتعوا بهذا المنظر الجميل وهذه المياه الباردة اللي هي كتخلينا نحسوا بأن واخا كاين شوية الصاد في مراكش، أنا الحمد لله كنحسوا بالبرودية. كيعجبني زوين، ديما كنجي هنايا حيت أملي البارد بزاف زوين، وكيعمر كاين فيه الناس، هنا زوين حسن من تحت مراكش سخون شوية. بالنسبة للسياح المغاربة المكان يستحق فعلا أن يزار. هنا لا صوت يعلو فوق صوت هدير المياه النقية، ما يمنح للسياح فرصة حقيقية للقطع مؤقتا مع تعقيدات الحياة اليومية. كنديروا الطواجن هنا، الناس اللي كيطلعوا كنا مرحبا بهم، كندير لهم عزيو، كندير لهم غلمي، كندير الطنجية وكل شيء، وكاين الطريق اللي صعيب شوية عندنا. في انتظار مد الطريق لتسهيل الولوج إلى شلالات إمليل، فإن المعتادين على هذا النوع من السياحة الداخلية يبرمجون بين الفينة والأخرى فرصة للتمتع بجمال طبيعة المغرب.